بعد قرون طويلة من حكم الأجانب لمصر، جاء جمال عبد الناصر إلى سدة الحكم رئيسا مصري الأصل عروبي الهوى. بين الشعوب العربية المكافحة المناضلة رفع شعارات الحرية والعزة والاستقلال، وفي التطبيق كانت تلك الشعارات محل إعجاب أو جدل. إني أتكلم كرجل حر في شعب حر تخلص من الاحتلال وتخلص من الظلم وتخلص من الاستبداد وتخلص من الاستبدال. قصة ناصر تراجيديا عربية تجاوزت الحدود. في عام 48 كانت الأزمة حصاراً في الفالوجة دام لشهور، وكان القرار المصيري المعركة في القاهرة وليست في فلسطين. وفي عام 52 حبس التاريخ أنفاسه أسبوعاً بين 16 و23 من يوليو، أي بين انكشاف أمر تنظيم الضباط الأحرار السري وبين نجاح الانقلاب. وكان القرار المصيري إما التحرك والمبادرة أو الانتظار والمخاطرة. في عام 54 كان الخيار الصعب بين استعادة الديمقراطية أو استمرار الثورة، وفي 56 كان الخيار بين الخضوع والسلامة وبين التحدي والمغامرة على خلفية تأميم القناة وما جلبته من عدوان ثلاثي على مصر. في عام 61 كان القرار المصيري خياراً بين التضحية بأولى محاولات الوحدة أو التشبث بها بثمن باهظ لم يكن إلا حرباً عربية عربية. هل نحن نادمين على كل ما فعلناه؟ أبداً لم نندم، لأننا استجبنا إلى ضميرنا، إلى عروبتنا، إلى روحنا. إنها القرارات التي صنعت شخصية عبد الناصر واختزلت سيرته وقررت مصير أمته. حادثة انفصال مصر عن سوريا لم تترك الرئيس عبد الناصر بلا جروح. تفاقمت خلافاته مع الدول العربية تماما كما تفاقمت مضاعفات مرض السكر وأعراضه في جسد الرجل. الأطباء ينصحون الرئيس بالتخفيف من أعباء الرئاسة وتفويض المهام، لكنه لا يستجيب. عبد الناصر يعتقد أن شعب مصر الطيب يحتاج إلى هزة، أو أنه في حاجة لأن يقوم بثورة، فليبادر الرئيس إذن بإطلاق تلك الدعوة. أمر الرئيس جمال عبد الناصر بهدم سور حديقة قصر عابدين وسماح للناس بالتمتع بهذه الحديقة الفسيحة الأرجاء، وهكذا تهدم ثورتنا كل الأسوار التي تحكم خيرات بلادنا عن أبنائها، وتفتح كل النوافذ للشعب ليطل منها على المتعة التي توفرها أرض بلاده والتي هي حق من حقوقه. إن السنوات التي مضت حتى الآن منذ يوم 23 يوليو سنة 52 سوف تثبت أنها ذخيرة قيمة بالنسبة لنضال شعوب كثيرة. إن هذه التجربة أثبتت أن الشعوب المغلوبة
على أمرها قادرة على الثورة، وأكثر من ذلك أنها قادرة على الثورة الشاملة. رأى ناصر كيف أسهم رأس المال المحلي في الانقلاب السوري، وهو السيناريو الذي كان يخشى من تكراره في مصر. تحت مظلة الثورة ولواء الاشتراكية المرفوع، كان قد تم تأميم ما لا يقل عن 367 شركة، وذلك بحلول ديسمبر من العام 61. دشن الاتحاد الاشتراكي كتنظيم شعبي، بينما اعتبر الميثاق كعقد اجتماعي جديد بين الدولة وقائدها وشعبها. لم تكن صدفة أن كل التنظيمات السياسية التي ابتكرها كانت أوعية لتنظيم التأييد للمشاركة. كانت فلسفة التحول هي استبدال تحالف جديد بآخر قديم. ولهذا أعلننا في الميثاق أن تحالف الإقطاع مع رأس المال أي الرجعية يجب أن تسقط ويكون بدلا عنها تحالف الشعب، تحالف العمال، تحالف العمال مع الفلاحين، مع المثقفين، مع الجنود، مع الرأسمالية الوطنية. عبد الناصر يقول على كل باب في الميثاق مصباح يهدينا، نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا، على فين مودينا. النهاردة بنستطيع أن نفخر أننا نصنع كل شيء من إبرة الخياطة إلى الصواريخ. بنسمع الأوتوبيسات، بنسمع السفن، بنسمع الصنابل النيلية، الثلاجات، البوتاجاز، عربيات الركوب، الدراجات، البسكليتات، الراديو، التلفزيون، التصنيع الثقيل. بس الضعيف انتجنا أضعاف ونصبر مهما احتجنا ونحارب الإسراف. أعلن ناصر مرارا أن الشعب هو السيد وهو صاحب السلطة الحقيقية. البعض يرى أن تعبير الشعب المستخدم كثيرا في خطابات الزعيم كان يحمل قدرا لا بأس به من الغموض والتأويل، لكن هذه الانتقادات لم تكن لتوقف زحفا مقدسا يقوده زعيم كبير محاط بكل هذا الحب. ورغم هذا الحب الجارف الذي أحيط بالرئيس، فإن غرف السلطة المغلقة لم تخلو كذلك من كدر الصراع. التوتر أيضا قد شاب علاقته بشركاء الثورة والسلطة، علاقة معقدة تلك التي جمعت عبد الناصر بقائد جيشه وصديق عمره عبد الحكيم عابر، علاقة وثقتها الأيام التي تشاركاها بحلوها ومرها.
اعتبر ناصر أن فشل مشروع الوحدة فشل جديد يضاف إلى إخفاقات المشير. لاحظ ناصر أن عبد الحكيم يمر بحالة نفسية معصبية سيئة، وأنه قد أصبح غير قادر على قيادة جيش كبير. رغم أن الثقة بين الرجلين قد اعترتها هزات متتالية، فإن ناصر لن يدخر جهداً لتحسين الصورة الذهنية للجيش وقائده. حينما دعت ثورة اليمن إلى نصرتكم كي تنصروها لم تترددوا أبداً، وأنا أعلم أنكم لم تترددوا ولم يتردد أي فرد من أبناء هذه القوات المسلحة في أن يذهب. وأنا أستطيع أن أقول إني استلمت جوابات كثير من جنود وصف ضباط وكانوا طالبوني بأن أتدخل علشان يروح اليمن ويحاربوا. وأنا كنت بكلم في هذا عبد الحكيم عامر وقال له هذا إن دل على شيء فيدل على روح هذا الشعب الطيب وروح هذا الجيش الطيب. خلال سنوات قيادة المشير عامر للجيش كانت قوته آخذة في ازدياد. سلطته في تعيين القيادات في الجيش منحته سلطانا ونفوذا. عمل بمرور الوقت على بسط أياديه داخل الأجهزة المدنية أيضا. جرى كل ذلك بعلم عبد الناصر وموافقته. الرئيس يعتبر أن رجال المشير حتى الآن هم رجاله أيضا. لكن كان ناصر على يقين بأن يده الطولة لا بد من أن تمتد للجيش أيضا. بوضوح طلب ناصر من المشير عامر استبعاد القيادات التي ثبت فشلها، كما طلب زيادة الحرس الخاص المعين لحراسته ليصل إلى قوة لواء. لم يرفض المشير مطالب الرئيس، لكنها لن تدخل حيز التنفيذ. المنصة الرئيسية يحيط بسيادته السيد أنور السادات والسيد عبد اللطيف البغدادي والمشير عبد الحكيم عامر يحيي قوات الجيش الظافر. العلاقة بين الرجلين تتأزم، وكما يروي عبد اللطيف البغدادي في مذكراته وصلت معلومات للرئيس في يناير من عام 62 بوجود تنظيم سري داخل الجيش، وأن التنظيم يدعو للقضاء على الفساد والانتهازية، وأن يكون المشير عبد الحكيم عامر على سدة الحكم بدلاً من جمال عبد الناصر. وبمواجهة عبد الناصر للمشير عامر أبدى دهشته ووعد بمحاكمة المتورطين. اكتشف عبد الناصر أن الخل الوفي عبد الحكيم عامر قد صار له مخالب وأنياب. الآن رئيس الجمهورية يفكر في تحييد قائد الجيش بدون أن يدخل معه في صدام. من هنا جاءت فكرة مجلس الرئاسة. خلال العام 62 كان الصراع بين الرجلين قد بدأ يحتد. صلاح عيسى في كتابه شخصيات لها العجب يروي طرفا من هذا الصراع. اقترح ناصر أن يترك الباقون من أعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين سلطتهم التنفيذية، وأن يكون المجلس الجديد
كقيادة جماعية من سلطاتها وضع السياسات ومراقبة تنفيذها وتمارس من خلاله كل سلطات رئيس الجمهورية. لكن الأهم والأخطر سيكون اقتراحه بتخلي المشير عامر عن قيادة القوات المسلحة ليتفرغ لمنصبه كنائب لرئيس الجمهورية، ومن ثم يتولى قيادة الجيش قائد محترف. في سبتمبر من العام 62 وكرد مباشر على الإجراءات المقترحة، يتقدم المشير عامر باستقالته. وقبل أن يغادر لوح لرفاق الحكم أنه لن يضمن أمن الجيش في وجود قائد غيره، وأن رجاله ربما لن يعملوا مع قائد جديد، وبالنسبة إليه فقد آن الأوان لاعتزال الحياة العامة ومن حقه أن يستريح. هل يخطط عامر لوضع الرئيس والدولة في مأزق؟ خاصة بعد الإعلان عن المجلس في الصحف؟ هل هي محاولة لاستعادة كبرياء تحطم على صخرة فشل في أزمات متتالية؟ الجيش في موقف حرج، خاصة مع استعداد مصر لدخول حرب ضارية في اليمن لمساندة الحكم الجمهوري هناك. أيها الرجال، معركة اليمن كانت فيها ملامح المعركة الشاملة للأمة العربية. بين التردد والمخاوف قرر ناصر أن يتراجع. الرئيس أمام عناد المشير هذه المرة. تم الاتفاق على أن يكون عبد الناصر هو القائد العام للقوات المسلحة. يعود عامر كنائب للقائد ومعه سلطات واسعة في الجيش بالإضافة لعضوية المجلس الجديد. أقول له أنه لا فرقة في الجيش ولا فرقة في الشعب، بل الشعب والجيش كتلة واحدة، وإن أهدافنا كلها واحدة وزعامتنا واحدة، ونحن نسير في طريق واحد. جمال عبد الناصر أمامنا ونحن من خلفه في سبيل تحقيق الأهداف العليا. لطالما كان ناصر قادرا في كل الأزمات على اتخاذ قرار وراء قرار. في حالة عامر بدا الأمر وكأنه مجرد نصف قرار. هاجس الشك لا يزال يهدد ناصر، وشبح الكارثة يهدد وطنا بأكمله. يناير من عام 1964، مؤتمر القمة العربي بالقاهرة. الرئيس جمال عبد الناصر يتبوأ مكانته كزعيم في محيط عربي، ظاهره ود وسلام وباطنه أزمات وصراعات. في خضم تهديدات إسرائيلية بتحويل مياه نهر الأردن، نجح ناصر في بناء جسور من التواصل مع عمان والرياض. ناصر على يقين أن الجيوش العربية غير قادرة على مواجهة إسرائيل الآن. سيعمل مرة بعد أخرى في استيعاب الأطراف العربية التي تطالب بالحسم مع إسرائيل. تم الإعلان عن تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل قيادة عربية مشتركة برئاسة الفريق أول علي عامر قائداً عاماً للقيادة العربية الموحدة. في مايو من عام 1964
كانت البلاد على موعد مع إنجاز جديد في مصر العليا مهد الحضارة، وبحضور الزعيم الروسي خروشوف وزعماء دول عربية بتحويل مجرى النيل. تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع السد العالي. عبد الناصر يؤكد أنه ماض في خطته لبناء اقتصاد قوي مستقل. سدتنا خلاص في إيدنا وخلاص متشمرين، وحزين ياللي تعاندنا بتعاند جبارين. جبل الجرانيت انشق وفي بحر النيل اتزق، أمال ما في حاجة تقول لنا لا إشحال يوم تحررنا فلسطين. بعد اغتيال كينيدي نهاية عام 1963 ووصول جونسون لمقعد الرئاسة الأمريكي، ستبدأ صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين كل من واشنطن والقاهرة. عرف هذا الصراع لاحقاً باسم أزمة المعونة أو معركة القمح. أمريكا باتت تعتقد أن عبد الناصر يصعب ترويضه وأنه قد خرج تماماً عن كل دوائر السيطرة. علشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، أنا بقول لهم إحنا متأسفين، إحنا مستعدين بننزل الشاي شوي، بنقلل من استهلاكنا في الشاي، بنقلل من استهلاكنا في البن، وبنقلل من استهلاكنا في بعض حاجات ونحافظ على استقلالنا، وإلا نضيع استقلالنا خالص. يبقى معركة سنة 56 ما فيهاش أي فايدة. ليه أنا بقول؟ إحنا بناخد من الأمريكان قمح، لازم نعرف المواضيع بالمفتوح، قمح ولحمة وفراخ. ما بناخدش مصانع والله ابدا، يعني ما بيدوناش مصانع، بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنه. احنا ميزانيتنا في السنه 1100 مليون جنيه، بنصرف على الخطه حوالي 400 مليون جنيه او 500 مليون جنيه. اذا دعا الامر ان احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمه، ولا بتهمنا والله العظيم. ليه انا بقول هذا الكلام؟ ليه أنا بقول هذا الكلام؟ أنا بقول هذا الكلام النهاردة بمناسبة، بقول هذا الكلام بمناسبة امبارح السفير الأمريكي قابل نائب رئيس الوزارة للتموين، وراح عنده مقموص وزعلان، وقعد عنده دقيقتين، وكان مفروض هيكلمه على التموين، المواد التموينية اللي احنا بنجيبها من أمريكا حسب قانون الحاصلات. والله ان انا ما بقدرش اتكلم ابدا دلوقتي في هذا الموضوع. ليه؟ لان سلوكنا احنا يعني هنا في مصر مش عاجبه. انا بقول له هنا اللي سلوكنا مش عاجبه يشرب منين؟ يشرب من بعض. وان ما كفاهوش وانتوا هنا اللي ما يتفوش البحر الابيض بنديله البحر الاحمر يشربه كمان. في نهاية العام 65 كان عبد الناصر يتملكه شعور بأنه محاصر بظروف معاكسة. كانت الأزمات تحاصره في الداخل كما في الخارج. لفت انتباه عبد الناصر الجماهير الغفيرة التي خرجت في جنازة النحاس باشا. برز اسم الإخوان المسلمين مجدداً على المشهد حينما صدر حكم بالإعدام على كل من سيد قطب ومجموعة من الإخوان على خلفية اتهامات بقلب نظام الحكم. وبالإضافة لإحساس الزعيم المحاصر، كان أيضاً هناك شعور بحصار ناصر الإنسان.
أصبح ناصر بصورة متزايدة لا يقبل النقد، بل كان أكثر ميلاً إلى سماع ما يريد أن يسمعه. وصل ناصر أحياناً إلى درجة من الاعتقاد بأن من يهاجم سياسته إنما يتآمر عليه. أحس البغدادي وكمال الدين حسين بفزع حين شعرا بأن الرئيس يشك في ولائهما. كما ابتعد أو أبعد كمال الدين حسين بعد رسالة قوية حملت توقيعه واختتمها بقوله: اتق الله يا عبد الناصر. لكن الزعيم لم يعد يشغل نفسه بذكريات الأيام الخوالي، وكان قد بدا بالنسبة لكثيرين أن روح الدعابة قد فارقته، فبينما كان في الماضي يستمتع بسماع النكات التي تتردد ضده، بات يضيق بها ذرعا. حتى العام 66 كان حسم ملف اليمن لا يزال في ساحة الميدان. محاولات التسوية السياسية لم تفلح، وكان الالتزام المعلن بقاء الجيش المصري حتى رحيل آخر جندي بريطاني عن عدن. هذا التعهد المكلف الذي قطعه ناصر سيتبعه التزام جديد بالدفاع عن سوريا ضد أي اعتداء. هناك هدف واحد يلتقي عليه الشعب المصري والشعب السوري، هدف جمع الشعبين قبل الوحدة وجمع الشعبين في أيام الوحدة. ورغم الانفصال لا زال هذا الهدف يجمع بين الشعب المصري والشعب السوري. النهارده بعد 5 سنين يشكل الان مع الجيش المصري وبنص اتفاق الدفاع المشترك جبهه واحده ضد العدو، تعمل في ظروف الخطر تحت قياده واحده في الشمال وفي الجنوب في سوريا. كان في اعتقاده انه بذلك يتحكم في مدى سخونة الجبهة السورية المشتعلة بالعمليات الفدائية العربية والهجمات الإسرائيلية من حين لآخر. كان يخشى أن ينزلق السوريون والفلسطينيون إلى مواجهة مبكرة مع إسرائيل. هل يستطيع عبد الناصر فعلاً أن يتحكم في مكان وزمان المواجهة المقبلة؟ كان من بديهيات التفكير الإسرائيلي أنه لابد من القضاء على عبد الناصر، أو على الأقل إذلاله بصورة لا يأمل معها في استعادة مكانته كزعيم عربي. في أوائل مايو من عام 1967 تواترت التصريحات الإسرائيلية التي تهدد بالزحف إلى دمشق وغزو سوريا. بدا الإسرائيليون كما لو كانوا يستعدون لعمل كبير. تنفيذاً لاتفاقية الدفاع المشترك بين مصر وسوريا وكرد على التهديدات الإسرائيلية، حركت مصر قوات باتجاه سيناء. خارج ساعة الصبحية والناس رايحين جايين، نظرتهم فكرتني بيوم 56. راجع في المغربية شفت عيون الثوار، نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار. أجواء الحرب والتوتر التي تخيم على المنطقة تركت في ذهنه أسئلة كبيرة: ما الذي يدفع إسرائيل للحشد العلني الصريح بدلاً من استغلال عنصر المفاجأة كعادتها؟ هل هي مظاهرة عسكرية تهدف للضغط وتحقيق مكاسب بدون الدخول في حرب؟
هل تستغل إسرائيل انشغال الجيش المصري على الجبهة اليمنية؟ هل هي مناورة لإحراج مصر وناصر وجرح هيبتهما؟ هل الهدف هو استنزاف موارد العرب بحشد الجيوش وتثبيتها في أقصى درجات الاستعداد؟ تتدفق الأسئلة والاحتمالات في عقل الرجل. لكن سؤالا خطيرا كان لابد له من إجابة: ماذا عن الخطوة المقبلة؟ كانت الخطوة التي يفكر فيها عبد الناصر هو طلب سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء، بما يجعل لمصر سيطرة كاملة على شرم الشيخ ومضايق تيران وصنافير. كان هذا الطلب يمثل تحقيقا لحلم وطني بإزالة جزء من آثار العدوان الثلاثي عام 56. الإذاعات العربية المعارضة لنظام ناصر طالما اتهمته بالاختباء خلف القوات الدولية. كان الإبقاء على قوات الطوارئ كحاجز سياسي أمام أي توسع إسرائيلي يخدم الهدف الاستراتيجي العربي بمنع أي توسع إسرائيلي على حساب المناطق العربية. ناصر سيختار بين هدف استراتيجي وهدف عاجل ملح تمليه عليه الظروف والضغوط معا. في مذكراته يرى الفريق أول محمد فوزي رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة المصرية أن قرار سحب قوات الطوارئ كان مجرد قرار عاطفي وإعلامي أكثر منه سياسيا أو عسكريا، بل كان هذا القرار هو السبب الذي أدى إلى تغيير الخطط العسكرية للجيش في سيناء والتي سبق تجهيزها وتدريسها. حسابات ناصر لم يكن ضمنها الدخول في معركة حربية مع إسرائيل. كان الهدف انتصاراً محدداً بالسيطرة على شرم الشيخ والتلويح بتهديد ملاحة إسرائيل في خليج العقبة، ثم تبرد القضية على مهل في أروقة الأمم المتحدة. هكذا بدت الاحتمالات أمام الرئيس المصري. إسرائيل ليست مستعدة للحرب وحدها على جبهتين، وإن ساندها الغرب فإن السوفييت كحلفاء لمصر لن يقفوا متفرجين. والنتيجة أن المنطقة والعالم سيكونان على حافة الانفجار، وهي نتيجة لا يريدها أحد. بهدف تخفيف حدة التوتر وصل السكرتير العام للأمم المتحدة يوثنت، لكن ناصر الذي استقبله بلطف كان قد مشى خطوات في اتجاه الاستمرار والمجازفة. كان التراجع يعني لطمة لمكانته وهيبة مصر في الوطن العربي. كان يعني أيضا ضوءا أخضر أمام مزيد من التجرؤ الإسرائيلي. أمضى عبد الناصر أياماً أربعة في تفكير مضن: هل يخطو خطوته الأخيرة ويمنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة المضايق عند مدخل خليج العقبة؟ ناصر بين التراجع المشين أو المضي نحو مغامرة جديدة يعتقد أنها محسوبة. يوم الاثنين 22 من مايو قام جمال بزيارة إحدى القواعد الجوية في منطقة القناة
وأعلن في كلمة له من هناك تصميمه على منع السفن الإسرائيلية من المرور في مضيق تيران ومنع السلع الاستراتيجية بما فيها البترول من المرور كذلك، حتى لو كانت على أي سفن أخرى أجنبية غير إسرائيلية. خليج العقبة هو أرض مصرية. الخليج كله عرضه أقل من 3 ميل، موجود بين ساحل سيناء وجزيرة تيران. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكي يعرف كل الأطراف موقفهم، أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها، وأي محاولة من هذا النوع سوف تكون عدوانا على الشعب المصري وعدوانا على الأمة العربية كلها، وسوف تلحق بالمعتدين أضرار لا يتصورونها. الشارع العربي يعزف على نغمة واحدة، كانت مشاعر الحشد والتأييد قد أسرت قلب وعقل عبد الناصر. لا يزال أمامه بعض من الوقت لحسم الخطوة المقبلة. ازداد الموقف حدة وتوترا، ولم يعد أي تراجع ممكنا حتى لو تدهورت الأمور إلى ما هو أسوأ. فقط كان الإسرائيليون وحدهم من يدركون أن العرب وعبد الناصر أولهم قد وقعوا في الفخ. That Nasser knows that even now Israel is much, much stronger than his forces or all the Arab countries together forces. I have no doubt about it. And I think that Nasser knows that too. And that is to say that if he starts war, he's going to lose it. And secondly, which I think is very important, that Nasser is still in the position not to make war. That is to say, to stand and repulse the pressure coming from other Arab countries and probably also from inside Egypt. He's strong enough to resist that. يروي الفريق أول محمد فوزي كواليس الاجتماع الذي وصفه بالأهم، وقد تم يوم الجمعة 2 يونيو 1967 في مكتب المشير عامر بالطابق السادس من مبنى القيادة العامة بمدينة نصر، بحضور الرئيس جمال عبد الناصر والمشير عامر وشمس بدران وزير الحربية وكبار قيادات الجيش. شرح الرئيس عبد الناصر تطورات المعركة وما وصله من معلومات تؤكد نية العدو الهجوم بضربة جوية متوقع لها أن تكون في 5 يونيو. لم يبال المشير بالإنذار الصريح من الرئيس، بل انتوى تنفيذ برنامجه المعتاد بزيارة سيناء في ذات اليوم الذي حدده الرئيس. كان مما زاد إرباك الموقف عقب الاجتماع وصول ملخص تقرير المخابرات الحربية ليوم 2 يونيو، وقد جاء فيه: يرجح أن إسرائيل لن تقدم على عمل عسكري تعرضي، وأن الصلابة العربية الراهنة ستجبر العدو بلا شك على أن يقدر العواقب المترتبة على اندلاع شرارة الحرب. يضيف الفريق فوزي:
ونتيجة للصراع الخفي بين الرئيس والمشير في سنوات ما قبل معركة يونيو عام 1967، فقد تمزقت وحدة القيادة الجماعية بما أدى إلى انفصال في صنع القرارات المصيرية. النهاردة احنا واسرائيل وحدنا، اذا كانوا عايزين يجربوا الحرب بقول لهم تاني النهاردة اهلا وسهلا. احنا النهاردة غير 56 سحبنا جيشنا من سيناء عشان نواجه انجلترا، وكانت اسرائيل متواطئة مع انجلترا وفرنسا في حرب السويس. النهاردة جيشنا رجع تاني الى سيناء الى مواقعه الطبيعية، واحنا النهاردة سنة 67. ادي نقطة بنقطة جميع الخطة، وبالله نستعين يا أهلك في المعارك، يا نجمي من يشارك في الأرهار استبارك، ونطلع منصورين يا أهلك في المعارك، يا نجمي من يشارك سبع عشرة موجة من الضربات الجوية شنتها حوالي 400 طائرة مقاتلة إسرائيلية على 10 قواعد جوية مصرية منذ الصباح الباكر في 5 يونيو، وكانت النتيجة تدميراً شاملاً لسلاح الجو المصري. وبعد نصف ساعة من آخر طلعة جوية بدأ الهجوم البري، وقبل مضي 6 أيام كانت إسرائيل قد احتلت سيناء والجولان والضفة والقدس. لم يكد يمر يوم واحد على بدء المعارك حتى قرر ناصر الانسحاب من سيناء. كانت القيادة العسكرية تعاني من الشلل التام إزاء الموقف المتدهور كل دقيقة. كانت القوات المصرية المنسحبة في هلع مكشوفة للطيران الإسرائيلي في صحراء سيناء، وفيما كانت مصر تنزف بشدة في ميدان القتال، كان بانتظار الكبرياء السياسي جرح لا يقل إيلاما. فقد كان على مصر أن تسارع إلى الأمم المتحدة وأن تقدم اقتراحا بوقف إطلاق النار. لم تكن تلك إلا صياغة أخرى للهزيمة. وفي لحظة درامية نادرة ربما لم تدم طويلة، كان على البطل أن يعلن تحمله للمسؤولية وأن يدفع ثمن قراره، أو على الأقل كان عليه أن يعرض دفعه كاملا. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لم يكن الشعب العربي مستعداً للتخلي عن زعيمه، ولكنه لم يكن كذلك مستعداً لقبول الهزيمة. لم يكن هتاف استبقاء الزعيم باسمه فحسب، بل كان مقروناً بالعزم على المقاومة.
عد النهار. خلال السنوات الثلاث اللاحقة لنكسة 67 اختفت وجوه وقيادات إلى الأبد، وظهر للمرحلة رجالها على أساس جديد من الكفاءة وليس لمجرد الثقة والولاء. كانت المهمة إعادة بناء جيش مصر. أصبح الشعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وتلك قصة أخرى. من ليالينا القمر وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها. يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، يا هل ترى الليل الحزين أبو النجوم الدبلانين، أبو الغناوي المجروحين، أبو الغناوي المجروحين، يقدر ينسيها الصلاح أبو شمس بترش الحنين.